بالنسبة لأخبار المحافظات، في أسيوط تم رصف 7 شوارع رئيسية ضمن الخطة الاستثمارية في مدينة منفلوط. أما في المنيا فقد تم توريد 340,204 طن قمح للشوان والصوامع منذ بداية هذا الموسم. كما أن في السوهاج تم فتح باب التسجيل لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب المعاهد والجامعات بشركة المياه. وفي الشرقية والمراكز التكنولوجية استقبلت 14,698 طالب للتصالح على أو طلب للتصالح على مخالفات البناء. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسيوط أكدت المحافظة أن شوارع مدينة منفلوط شهدت رصف 7 شوارع رئيسية بالإضافة لدهان البولدرات وتركيب بلاط الأنترلوك للأرصفة ضمن الخطة الاستثمارية. في المنيا أعلنت مديرية التموين استمرار الشوان والصوامع في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، وتم توريد 340,204 طن من الأقماح منذ بدء الموسم من خلال 42 موقع تخزيني تم تجهيزها لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول. في أسوان أكدت المحافظة أنه تم وضع الحلول الجذرية لأحد المشاكل المتراكمة منذ نحو 15 عام والمتعلقة بمشكلة انقطاع مياه الشرب عن منطقة نجع الشريف إبراهيم بمدينة دراو من خلال مادة خط بلاستيك قطر 6 بوصة بطول 3800 متر ضمن مشروع الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمدينة دراو بتكلفة تقديرية تصل نحو 35 مليون جنيه. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 18 رحلة طيران دولية أوروبية بتقل على متنها 10,000 سائح، وقامت السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم أرض المطار. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فتح باب التسجيل على موقع الشركة الإلكتروني لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب الهندسة والمعاهد الهندسية بجميع أقسامها وكلية العلوم بجميع أقسامها وكلية الآداب قسم إعلام خلال شهر يونيو الجاري. في بني سويف أعلنت المحافظة عن حصول 21 مدرسة ورودة أطفال على شهادة الاعتماد التربوي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وده في مختلف مراحل التعليم من الابتدائي والإعدادي والثانوي على مستوى إدارات التعليم بالمحافظة. في الشرقية أكدت المحافظة أن المراكز التكنولوجية استقبلت 14,698 طلب من المواطنين لاستخراج شهادة بيانات للتصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة تيسيراً على المواطنين، لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.